ببادرة من جمعية الشهيد والجريح والسجين السياسي في بنزرت، انطلقت صباح اليوم فعاليات يوم التبرع لجرحى الثورة وعائلات وأسر الشهداء. كانت البادرة هذه يعني من جمعية مدنية احتضنتها يعني بنزرت، كانت يعني خلينا نقولوا هي المبادرة الأولى في جات يعني من ولاية بنزرت. نتمنى أن تتتالى مثل هذه المبادرات في باقي الولايات، لأن موضوع الجرحى وموضوع شهداء الثورة موضوع يعني يهم جميع التونسيين، سواء كانوا التونسيين اللي عايشين في تونس ولا اللي عايشين خارج تونس. اليوم كان احنا أحرار ونتكلموا كما نحبوا، راهو بفضل الناس هذوما اللي استشهدوا في سبيل يعني كرامتنا وفي سبيل معناتها حريتنا. حاطين على ذمتكم خيمتين لجمع التبرعات، الخيمة الخضراء والخيمة البيضاء هذه، ويقف عليها عدلين المنفذين لتأكيد وصول معناتها هذه الأموال. كنا معاملين باش نلموا تبرعات لعائلات جرحى الثورة، ولكن اللي حصل فايدة أكبر من هكا برشا، هو أن ولينا واعين بالقضية، هو أن تحملنا المسؤولية هذه على خاطر الآلام والجرحى متاع جرحانا هذية هما أمانة في رقبتنا وما يلزمناش نتخلاو عليهم. وتوا وقت اللي باش نقوموا إن شاء الله وكل واحد يقصد ربي باش يمشي لداره يلزم يكون نظرته تبدلت، ويلزم يكون تحمل هالمسؤولية هذه. الصورة هذه سكوند، لحظة قبل الاستشهاد، هو في ساحة، لا الصورة هذه هو في ساحة الاستشهاد، هو لما قفزوا على القناصة هو والجيش، وهو صوروا بالبورتابل، هم يصوروا فيه بالبورتابل والضربة جاته في راسه. احنا طالبين كانوا القصاص، اما المحاكمة ما هيش ماشية في الطريق الصحيح. احنا طالبين شيء، توا عام وشهرين والمجرمين تلقى، عام وشهرين واحنا مرضى ونرقدوا بالدواء ونقوموا بالدواء والمجرمين تلقى. انا اخت جريح محمد زيد مزيح، اليوم من هذا اخويا مازال في كروسة، مازال الالم كل يوم، نقول اليوم باش يبرا، كل يوم نقول اليوم فما شكون باش يجي ويغزر له بعين الرحمة اخويا، فما حد يغزر له، فما حد يجي ويقول له محمد شنحوالك ولا محمد لباس ولا محمد وينك. طالبين الوقوف معانا في المحاكمة والوقوف معاهم بالجرحى كونهم باش يتعالجوا. ربي احنا نحبكم تقفوا معانا زادة ضد المؤتمر اللي وقع في المستير اللي فيه التساترة والتجمعيين اللي فيه الخونة اللي فيه المجرمين، يسحيلوا احنا ما نعرفوهمش، يعني المؤتمر في مستير، السبسي اللي يديه ملوثة بالدماء، السبسي اللي قال القناصة إشاعة، السبسي الخاينة. أنا صغيرة ونعرف السبسي خدم مع بورقيبة ولا مرجان المجرم، والسبسي نقول لك باش يعملوا حزب جديد على جثة أولادنا، فينهم التساترة؟ التساترة ما تكلموش في عهد بن علي ولا علوا صوتهم في عهد بن علي. أنا مرت الشهيد صوفيان بن جبالة، هذا ولده. احنا عائلات شهداء عاملين جمعية، الجمعية الوطنية لعائلات الشهداء والجرحى، وتضم كان عائلات الشهداء والجرحى. يعطيكم الصحة على البدرة هذه، وهذه تظاهرة باهية. واحنا في وقفتنا الاحتجاجية ما سردنا حتى عائلات الشهداء والجرحى وحدها يلتقف وتتظاهر، وين وزارة الدفاع وين وزارة حقوق الإنسان. نحنا ما حاشتنا بحد شيء، عائلات الشهداء حاشتهم بحاجة واحدة، تقفوا معاهم في وقفاتهم الاحتجاجية، تقفوا معاهم في محاسبة القتلة، في وينهم القناصة؟ خلنا بردوا نحنا شوي، خلي هذاك يكبر باش يسأل وينه اللي قتل البابا؟ علاش هذوكم الناس كل عندهم بوه؟ هو ما عندوش بوه. احنا في بنزرت كنا وخيان، ومعناتها الشعب التونسي اثبت في برشا مناسبات انه هو بيناتو اواصر كبيره متاع اخوه، لذلك معناتها ماذا بينا نقبلوا بصفه كثيفه على التبرعات هذه. احنا تبيكنا عن نظيف من وزاره حقوق الانسان والعداله الانتقاليه، السيد فوزي الصادقاوي فليتفضل. الاعلام تو يعتم على اداء الحكومه، جهات كثيره تستهدف الحكومة وأعمالها، وزارة حقوق الإنسان. الأمر الأحداث لوزارة حقوق الإنسان صار في 19 جانفي،
وزارة حقوق الإنسان بدأت تشتغل 3 أسابيع قبل أمر الإحداث. ليل مع نهار. ناس موجودة في وزارة حقوق الإنسان تخدم صباحا مساء. ناس تروح 10 متاليل لديارها. ناس ما تفطرش نصف النهار. لا شيء، لأنه ملفات قضايا حقوق الإنسان في تونس معناها يراد للحكومة هذه ولوزارة حقوق الإنسان الحديثة اللي ما عندهاش ميزانية أنه تتحمل مسؤولية وتحل قضايا 55 سنة استبداد موظفيها وأعضاء ديوان يشتغلون عبارة عن عمل تطوعي يتحملوا كل نفقات أعمالهم على مجيوب خاصة. هذا حتى يعلم، لأنه كثيرين يستعرضوا في عضلاتهم النضالية والواقع نعرفوهم سابقا شو كانوا يعملوا. وزارة حقوق الإنسان فيها مناضلي حقوق الإنسان كانوا في مواجهة بن علي، مناضلي حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان كانوا في الجبهة الأولى في الخط الأول لمواجهة استبداد بن علي، كانوا في الصف الأول في الثورة التونسية. ما يزايد علينا حتى واحد، ما يزايد علينا، تاريخنا معروف. وإذا كان قبلنا باش نقوموا بالمهمة هذيا لا لكراسي كما يحكيوا الناس. 55 سنة استبداد تتحملوا وزارة فيها 7 أعضاء يشتغلوا بعبارة كأنهم في حكومة كاملة. نعرفوا جيدا أنه فما منذ إعلان عن وزارة حقوق الإنسان استفزت حماشيات، استفزت لأنه كانت عمل حقوقي بالنسبة لهم راس مالهم. نعرفوهم مليح، لذلك كان عندهم مشكلة مع سمير تيليو شخصيا لأنه كسر له الشوك بتاعهم، وعندهم مشكلة مع وزارة حقوق الإنسان لأنه وزارة حقوق الإنسان سرقت منه رصيده اللي كانوا يتاجروا به. 3 أسابيع تشتغل وزارة حقوق الإنسان قبل أمر إحداثها، تستمع منذ الصباح الباكر إلى الليل يا جمعيات عائلات شهداء وجرحى، يا جرحى أنفسهم، يا المنظمات، حتى تفهم الملف هذا لمدة سنة كاملة. كانت محطوط على رفوف، ما التفت حد. وليذكر من يتابع الواقع السياسي في البلاد، من تحدث عن الشهداء والجرحى في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟ مخاطبكم فقط كان عياض بن عاشور وكثيرين ممن يزايدون علي اليوم يقولون ليس في برنامجنا البحث عن قضايا شهداء وجرحى. هذا ما كان يحدث سنة قبل انتخاب الحكومة. تسجيلات في الوطنية موجودة وتعداتهم في المباشر، ويعرفوا الناس شو قلت في الوقت ذاك بحضور الباشا قيس سبسي. هذه المواضيع، هذا الموضوع بالذات لا يمكن ان يسيس. وهالناس هذوما الجرحى اليوم فيهم شكون معناتها مازال يعيش يعني بالرصاص معناتها في بدنه، فيهم اليوم شكون معاق ما يتحركش، فيهم اليوم شكون العائله نتاعو تصرف عليه يوميا يعني 100 دينار هذه ما بلغوا لنا معناتها اعضاء من الجمعية هذه. ربما هذه اللي احنا اليوم ما عطيناهاش أهمية كبيرة ياسر. الناس اليوم اهتمت أكثر بالشأن السياسي أكثر من اهتمام بالناس هذه اللي حرت المشهد السياسي. مدينة بنزرت اليوم سباقة يعني في الاحتفال هذه. مدينة بنزرت كانت دائما سباقة يعني في مثل هذه التظاهرات. مدينة بنزرت كانت سباقة يعني في إيقاد شرارة الثورة. ربما التركيز كان أكثر على ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقفصة، كلهم يعني ولايات تونس وكلها يعني تونس وكلها يعني تشرفوا بها. لكن بنزرت نواة الأولى ل 18 أكتوبر أول مع مجموعة ربما سياسية رفعت صوتها عاليا، ولطفي حج يعني كان موجود فيها لهنا وعديد مع الوجوه الأخرين. ربما بعض الأطراف حاولت تتجاهل الشيء هذية وتنساه وحاولت مع تتنقص من قيمة هالجهة هذية والمناضلين من الجهة هذية. لكن مدينة بنزرت كما كانت موجودة يعني عبر العصور وعبر التاريخ، خاصة في التاريخ الحديث، كما كانت موجودة يعني في قضية اليوسفيين وموجودة في حركة التحرير، موجودة اليوم بنزرت في قضية الثورة وشهداء وجرحى الثورة. وإن شاء الله بمثل هذه المبادرات هذية يتلم الشمل ونعود ونتلفوا الناس الكل حول قضية واحدة، هي قضية يعني الجريح والشهيد، لكن دون توظيف سياسي.